للتعليق على مجريات الأحداث في غزة ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشين الشام. مرحبا بك أستاذ محمد. يعني كانت كتائب القسام قد أصدرت بيانا بشأن أحداث ليلة أمس، كيف تقرأ ما جاء في البيان؟ إلى أي مدى تراه مفصلا أم أن هناك ما خفي من عملية الأمس؟ كيف تقرأ هذا البيان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك البيان لا يعرض ولا يوضح أي معلومات بخصوص العملية. أنا أعتقد أن معركة العقول مستمرة بين الكيان الصهيوني وبين المقاومة الفلسطينية الباسلة التي تسطر كل يوم ملحمة عز جديدة أمام هذا الكيان. الفشل الذي لحق بهذه العملية إنما يضع علامات استفهام كبيرة أمام الجمهور الكيان الصهيوني نفسه. ما الذي أفشل العملية بهذه الطريقة؟ كيف انكشفت وهم يمتلكون أحدث الأجهزة في الاتصالات وأحدث الأجهزة في المناظير الليلية وأحدث الأجهزة في التواصل؟ كيف العملية أن تنكشف بهذه البساطة وأن تشتبك هذه القوة مع الكتائب القسام في قطاع غزة؟ الحقيقة أن بلا شك أن الهدف كان كبيرا و لم يعلن، لا المقاومة أعلنت ولا الكيان الصهيوني أعلن عن السبب، ولكن المعطيات يتضح لنا كمراقبين ومتابعين أن المسألة ليست بالبسيطة. أولا قطع نتنياهو زيارته إلى فرنسا وعاد إدراجه فورا لكي يتابع الحدث. كتائب القسام استنفرت، كان هناك في قطاع غزة استنفار أمني كبير جدا، واضح أن هناك كان عملية ليست بسيطة، عملية كبيرة جدا. المقدم الذي قتل من الكيان الصهيوني رتبة ليست بسيطة، هو قائد في الوحدة الخاصة والرتبة عالية جدا أمام عمليات بهذا المستوى. أي أن أقصد أن العملية لم تكن تستوجب وجود رتبة عسكرية بهذا المستوى، لو كانت كما ذكر التحليل السياسي لبعض أهداف هذه العملية، إنما أعتقد أن الهدف أكبر من ذلك وهو السبب الذي يستدعي وجود مقدم في القوة الخاصة. كنا قد سألنا الصحفي من غزة عن احتمال أسر أحد الجنود المشاركين في عملية الهجوم الصهيوني بالأمس، يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذا القصف الصهيوني خلال الساعات الماضية هو محاولة أيضا يعني للرد على خطف أحد جنودها؟ المسألة أنا أعتقد قلت لك أن معركة العقول مستمرة. المعادلة التي يحاول الاحتلال فرضها أنه يستطيع في أي لحظة أن يضرب في غزة متى شاء وأن لا يكون هناك رد، وتأتي الوساطات من كل الدول لأجل فرض التهدئة، هذا الأمر لم يعد موجود الآن. هناك معادلة جديدة في الصراع، المقاومة الفلسطينية ترد فورا. نحن اليوم شاهدنا استهداف حافلة ومقتل جندي وإصابة عدد آخر. بلا شك أن المقاومة المعادلة التي يحاول كيان الصهيوني فرضها لم تمر ولن تمر، وواضح من سلوك المقاومة أنها قادرة أن ترد في اللحظة التي تريدها. هذه المعادلة التي لا يريدها المحتل ولا أذناب المحتل أن تكون موجودة في الصراع مع العدو الصهيوني. لماذا برأيك اختارت المقاومة الرد؟ يعني الكل كان يعتقد أن المقاومة ستتحلى بضبط النفس ربما، لا سيما وأن المباحثات في القاهرة مستمرة. لأنه المقاومة لا تريد أن يكون هناك فرض لمعادلة يريد العدو أن يفرضها، كما ذكرت لك أن العدو يريد أن يضرب متى شاء وأن يراهن على ضبط النفس عند المقاومة الفلسطينية وأن تكون هناك حسابات من أجل فك حصار أو غيره. اليوم لا، المقاومة تقول أننا في صراعنا مع العدو، أن المقاومة والرد على العدو الصهيوني وانتهاكاته مقدم على كل اعتبارات. واليوم رأينا كيف أن المقاومة أطلقت صواريخ وأطلقت قاذفات هاون وأطلقت واستهدفت محيط غزة وغلاف غزة، وبالتالي المعادلة التي حاول الكيان الصهيوني فرضها لم تمر ولن تمر، وأن المقاومة تثبت كل يوم أنها قادرة على لجم هذا العدو وعلى تلقينه دروسا، سواء على المستوى الأمني أو على المستوى المعلوماتي التكنولوجي أو حتى على المستوى الخطوط الاستراتيجية التي ينتهجها العدو في فرض معادلات في الصراع مع المقاومة الفلسطينية. نحن نقول أن المقاومة قادرة اليوم أن تثبت للعالم أن هذا الشعب الفلسطيني لم يسكت ولن يسكت عن حقوقه، وسيستمر في انتهاج جميع أنواع المقاومة أمام هذا العدو حتى يسترد حقوقه التي سلبت منه عام 48.
إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني يمكن أن توضع عملية الأمس وقصف اليوم في إطار أوراق الضغط على الفصائل للقبول بخطط القاهرة لحل الأزمة الفلسطينية؟ اليوم القاهرة هي التي في موقف محرج حقيقة، وليس الفصائل الفلسطينية. اليوم العالم كله يعرف أن الكيان الصهيوني هو الذي بادر بخرق الاتفاقات التي كانت مع المصريين أو حتى مع الأمم المتحدة، مع مبعوث الأمم المتحدة. لذلك الكل محرج الآن من سلوك الكيان الصهيوني، وليس المقاومة الفلسطينية. لا أحد اليوم ينظر لها على أنها تقوم بخرق أو تقوم بانتهاكات أبدا. الذي قام بالخرق والانتهاكات بالتالي هو الكيان الصهيوني، وبالتالي هو الذي يتحمل كل المسؤوليات وكل تداعيات هذا الهجوم. 7 شهداء ارتقوا، وهؤلاء دماؤهم طاهرة زكية ولن تمر سدى. والرد المقاومة الفلسطينية أعتقد سيكون أيضا نوعيا، وإن غدا لناظره لقريب. نشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول، رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا الأستاذ محمد مشينش.